كما أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مضامين كلمة جلالة الملك المفدى أشاعت الطمأنينة في ظل هذه الظروف، وأن اهتمام جلالته بأبنائه الطلبة هو اهتمام بالمستقبل. يأتي إلى صاحب الجلالة أهل البلاد المفدى على هذه الكلمة الطيبة وما أتت به من مضامين، يعني رسخت في وجدان كل مواطن بحريني. والحقيقة بأنه هذا هو الربان الماهر الذي يقود البحرين في وقت الرخاء وفي وقت الأزمات، والذي يشيع الطمأنينة على الجميع ويهتم بفئات الشعب على مختلف فئاتهم ومختلف أعمارهم ومختلف مجالاتهم. الحقيقة احنا فاجأنا هذا الوباء، ولكن دائما نقول بأن البحرين قادرة على أن تحول التحديات مهما كانت إلى فرص، وهذا اليوم الواقع يثبت هذا الكلام. أنا الحقيقة يعني ودي أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر لصاحب الجلالة، صاحب القلب الكبير وصاحب الحضن الحاني إلى كل فرد من أفراد الشعب، وهذا أيضا المظلة التي تظللنا جميعا والتي تشيع فينا فعلا الاطمئنان والسكينة مهما كانت الأزمة. ثانيا أريد فعلا أن أتقدم إلى صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء الموقت الذي عاد سالما معافى بعد رحلة للعلاج، وكان دائما همه هو المواطن وهذا الوطن، فوجه كل مسؤول في مجاله إلى التصدي لهذا الوباء ومحاولة مساعدة المواطنين أين ما يستطيعون أن يساعدوا فيه لتجاوز هذه الأزمة. والشكر الكبير لصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الذي قاد الفريق الوطني بكل جدارة واستحقاق. أنا الحقيقة متفائل بقيادة صاحب الجلالة لهذه المسيرة إن شاء الله الجميلة، ونقول اليوم وبالذات في هذه الكلمة اهتمامه بأبنائه الطلبة هو اهتمامه بالمستقبل، لأنهم أبناء المستقبل، هم الذين سيحملون الراية، سيحملون الشعلة لإنارة طريق هذا البلد إن شاء الله إلى مستقبل زاهر. وكما يقول جلالته إن الأيام الجميلة لم تأتي بعد، وإن شاء الله ستكون أجمل وأجمل بسلامته وسلامة القيادة الرشيدة وأيضا وفاء شعب البحرين إلى قيادته وتلاحمه معها.